شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه الاهلي والاتحاد في الجوله السابعه بدوري السوبر بنتيجه 185 بفوز نادي الاتحاد. طبعا بنقول هارد لك نادي الاهلي، مبروك نادي الاتحاد. النهارده اللعيبه يمكن كان في اوف داي بشكل كبير. برحب بضيوف المره الثالثه. اهلا بيك يا كابتن سلام. اهلا بيك يا كابتن عيسى. اهلا بيك يا كابتن طاهر. شكرا يا كابتن عيسى. كابتن طاهر، يعني يمكن النهارده يعني المباراه كان واضح جدا ان احنا في اوف داي لينا، اللعيبه مش موفقه بشكل كبير، بس يعني نتيجه يعني بتعبر عن الاداء شويه اللي حصل النهارده. فانا رايك كيف المباراه النهارده كده؟ هو عموما يعني المساله ان هي الماتش النهارده جه في الاول، يعني يعتبر الحمد لله يعتبر انك انت بتاخد خبره معينه من انك انت خسرت الماتش. الاسباب منها زي الديفنس، نعم، نمره اتنين في ناس لسه ما رجعوش لمستواه. نعم. يعني هاب امين بقاله مده طويله اعتقد ان هو ما لعبش ماتشات، فالنهارده برضك غير موفق خالص، واحنا عارفين ان هو هاب امين الى حد ما قوة ضربه عندنا. زائد المشكله الثانيه اللي هي في مركز اربعه ومركز خمسه، يعني الاثنين فيهم مشكله كبيره جدا، وده اللي خلى او لجأ ليك مستر اجوستي انه يلعب اغلب المباراه زون. ويمكن الزون ادى فرصه للاتحاد يشوط 3 بونت، يعني النهارده اكتر مباراه يعني يمكن من فتره طويله بس جدا، بس هم موفقين أشوف يعني وبالتالي اعتقد ان هو هيعالج المشكله دي بان هو برضك يلجا للمان في فترات كتيره عشان يوقف الثلاثة بونت اللي بتتلعب علينا. يعني انت تبقى عامل حسابك ان الفرقه قدامك ممكن توفق بالزبط في اي وقت، وفي يعني مثلا ده اللي حصل النهارده. حصل النهارده بشكل هو صحيح اوفر، يعني حاجه يعني النهارده بتهيألي الاتحاد يعني انا يعني لو ما خانسنيش الذاكره مش اقل من 15 3 بونت، وفي نفس الوقت الاتحاد يعني مش فول تيم، في عنده برضك نقص لعيبه، وعنده محمد عادل اتعور في اول اعتقد في اول كوارتر، فطبعا الف سلام عليه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله طمن عليه باذن الله. فبالتالي كل المشاكل دي اكيد هياخدوا فيها موقف ويعالجوها، والحمد لله ان هي جت في الوقت دوا، وما زلنا احنا الابطال، وما زلنا مفيش بطوله عدت مننا، وان شاء الله باذن الله هتتعالج الامور وربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سلعاوي، طبعا هارد لك نادي الاهلي، مبروك نادي الاتحاد على المكسب يعني بمنتهى الروح الرياضيه، لكن انا عايز اقول ان الاهلي كان يحتاج في بعض الفترات الى الترجيس في انهاء الهجمات، كان في شويه تصرف في انهاء الهجمات. معظم النجوم اللي كان معول عليهم كانوا في مش في يومهم النهارده، او افتقاد لمركز اربعه وافتقاد لمركز خمسة أثر على الأداء الجماعي للفرقة. أعتقد كان أبرز لاعبتنا النهاردة عمر طارق وأبو النصر، وعمرو زهران على فترات، لكن مباراة للنسيان طبعا. هي الخسارة طالما لا تضر فهي مكسب لأي فريق، يقدر يتعلم من أخطاء، صحيح، يقدر يشوف نقاط الضعف والقوة عنده المدير الفني. لكن أنا عايز أقول برضو إن إحنا ما زلنا البطل كدورة عربية، وما زلنا بطل في المرتبط، لكن مباراة النهاردة نقطة هامة يجب أن نضعها أو يضعها الجهاز الفني أمامه لعلاجة الأخطاء، لأن المفروض ما ينتظره جمهورنا إن الجاي يكون أفضل إن شاء الله. عايز برضو أقول حاجة يا كابتن، يعني النهاردة لكن هي مشكلة ال 100 نقطة اللي كنا عايزين نتكلم فيها. اتفضل يا كابتن. ال 100 نقطة دي كتير جدا، إحنا بنقول إحنا أقوى دفاع في المجموعة في خلال الدور الأولاني كله، إن ال 100 بونت ده كتير جدا إن يدخل فينا 100 نقطة، لكن الهجوم تحسن. إحنا كنا في السبعينات، خمسة النهارده بينا 85، ف كل النقاط دي هتبقى عند مستر بوش، يقدر غوستي يقدر يعمل فيها اتزان، ومعاه جهاز مساعد ومعاه احصاء، ويقدر يشوف اخطائنا. لكن الاخطاء على قد ما هي كانت
كتير شويه، لكن ممكن ان شاء الله تحل والقادم افضل. طب كابتن، يمكن انا يعني عندي تحليل كده مش عارف راي حضراتكم ايه، هو يمكن غياب اللعيبه الارتكاز تحت الحلقه برضو هسمع حضراتكم يعني ده يعني نقاش يعني. غياب طبعا مروان سرحان وغياب احمد حمدي وغياب كمان سيف سمير، الثلاثه المتحركين تحت الحلقه غابوا. فاضطر مستر اجوستي بوش زي ما قلنا قبل المباراه يدور بالظبط، يدور لا يلعب اكتر وقت زون. زون ده ادى افضليه للاتحاد على 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 3 بوينت في وقت هم توفقوا فيه جدا. يعني انا بتهيالي الاتحاد الاسكندري النهارده ما جلاش غير يمكن كورتين ثلاثه، ما جلاش مش هقول ما جابش، ما جلاش غير كورتين ثلاثه. فهو ده اللي سبب في ال 100 نقطه، سبب يعني يعني سبب في ال 100 نقطه دول التوفيق الزياده جدا بسبب ان احنا لعبنا زون. الزون اداهم افضليه في الشوط واداهم اوبن شوت مريحين، فالبرسنتج عالي وصل ل 100. يعني اكيد مستر احنا كلنا ثقه في مستر اجوستي بوش، ثقه في اللعيبه ان هنقعد نشوف الخلل فين طبعا بالظبط، ايه اللي ممكن طبعاً يحصل وازاي نقدر يبقى فيه مانوفر وازاي يبقى فيه يعني. والنهارده برده حاجه كويسه برده انه بامانه يعني مستر اجوستي اصر على على السيستم بتاعه كابتن الروتيشن، بالرغم ان يعني ممكن في مدربين بتلجا ان خلاص اثبت خمسه والعب بيهم في الظرف ده، راي حضراتكم لا لان مرعي برضه بيلعب نفس الاسلوب فكان لازم يقابله بنفس الاسلوب، وهو من اول الموسم معود ان هو بقى عنده روتيشن كتير في تغيير اللعيبه وفي تجربتهم في اكتر من. لكن اللي جاي يعني بقى خلاص احنا هنبدا نخش في الدور الثاني، الدور الثاني عندنا مباراه الاتحاد هناك وعندنا مباريات بره كتير ومباراه مباراه الزمالك بره، عندنا وعندنا سبورتنج بره والتامين بره، التامين بره اللي عندنا الجزيره ومصر الاتصالات وسموحه، وسموحه ثلاث مباريات واربعه واربع مباريات بره. فاللي بره هيبقى لازم لازم. طب اسالك يا كابتن حاجه، يعني برضو كابتن طاهر يقول لنا هل الاول والثاني يعني اللي بياخد اول الترتيب وثاني الترتيب بيبقى في فرق كبير بينهم؟ يعني يعني اللي اعرفه ان الاول والثاني ما بيقابلوا، يعني اول وثاني ما بيضمنوا ان هم ما يقابلوش بعض. اللي حصل معانا السنه اللي فاتت ان احنا خدنا رابع فقابلنا الاتحاد في قبل النهائي، انما لو خدت اول او ثاني ما بنقابلش بعض الا في الفاينل في النهائي. صح الكلام اللي بقوله ده في النهائي بالظبط. هي المساله في انك انت مثلا الاول بيقابل الثامن والتاني بيلعب السابع، فكده انا ضامن ان انا مش هقابل الاول لو مش يعني يعني مش هقابل الاتحاد الا في الفاينل. انما الفكره كلها انه ان انت اول يا تاني. طيب مين اللي بينافسنا على الاول والتاني والتالت؟ المصري الاتصالات. يبقى المصري الاتصالات مهم، ماتش مهم عشان تقدر برضك تحافظ على الاقل الاول يا تاني. اول المباراه اللي كانت عندهم كانت مباراه عصيبه شويه وقدرنا نكسبها في اخر هو نتائج الاتصالات قويه جدا، يعني هو جاي بعدينا في الترتيب وقبل الاتحاد اسكندري النهارده. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، انا حسيت النهارده ان الدوافع النفسيه عند الاتحاد اعلى شويه من عندنا. ليه؟ الاتحاد خسران من الاهلي بطوله المرتبط وخسر بطوله عربيه، خسر بطولات مش ماتشات. بالظبط. يعني بس فاللعيبه النهارده نازله زي نوع من انواع ايه؟ انت رد اعتبار. لا لا رد اعتبار، انا خسرت بطولتين بس انا كويس وبتاع في الوقت اللي انت مش في احسن حالات. لا فانا شايف النهارده الدوافع النفسيه برغم ان مباراه ما هياش مؤثره جدا على مشوار ثلاث لعيبه تحت الباسكت، مش مشكله في مركز مهم جدا. يعني دلوقتي يبان مثلا واحد زي سيف سمير ان هو اهميته تبان النهارده طبعا، مهم جدا مهم جدا عشان يبقى في خمسايه ثانيه، خمسايه 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 صريحه. انت لو عندك الثلاثة دول هتمتلك الباسكتين في الريباوند. نعم. وخلينا اقول لحضراتكم برضو يا كباتن ان احنا 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 متفقين على حاجه، انه يعني يعني الاوفنس احنا جايبين 85 بوينت ويتش از رقم كويس. ال 100 بوينت دول يمكن احنا اول مره نتلقى 100 بوند في مباراه. لا بس هو في الكوارتر الثالث السنه دي، انا مش قصدي السنه اللي فاتت كان بقى في ماتشات اكسترا تايم كنا لا، انما اول مره السنه دي نتلقى 100 بوند. فده يدل على ايه برضو؟ يدل ان برضو ما كناش موفقين، بس كان في توفيق عالي جدا برضو من الاتحاد الاسكندريه. في توفيق بس انت بالاحصائيات كده اهو تلاقي نفسك ان في الديفنس انت اقوى ديفنس في الدور الاولاني كله. يعني في الديفنس كنت انت اقوى ديفنس. النهارده ال 100 بونت دول يدل ان في شورتج ولو مؤقتا، يعني في مشكله حتى ولو مؤقته ان شاء الله تتعالج في 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 الماتش ده بالذات. في الماتش ذات زائد زي ما قلت حضرتك ان في توفيق من فرقه الاتحاد
في نسبة 3 بوينت العالية بتاعتهم. خلي بالك حضرتك الثاني الشوط الثاني الاتحاد سجل فينا 29 نقطة. الرابع الاتحاد سجل فينا 28 نقطة. فالأزمة كانت كبيرة كلها في الثاني والرابع، وهنا بيبان إن الثاني والرابع هم أكتر شوطين جابوا فيهم ثلاثات الاتحاد الإسكندري. الثاني والرابع عشان كده جه السكور كده. وبرضك يعني انا شايف بس برضه كان في اختراقات. لا يعني برضه الاتحاد اعتمد على الاختراقات في يعني ميدو طه دخل اكتر من مره. بس كوتش 3 بوينت انت عارف عارف 3 بوينت 3 بوينت قاتله نفسيا. يعني كمان نفسيا وكمان بتحل لك ازمه. يعني الاختراقات دي حصلت نتيجه انت بدات تندفع عشان توقف 3 بوينت فبدا يخترق. يعني اصلا وبعدين 3 بوينت لو جت مره واثنين ثلاثه هتبص تلاقي اسماعيل نزل من الرباعيه بتاعته اللي هي ماسكاه تحت الباسكت طويل. يروح طبعا الناس كلها هتركز مع اللي هيشوط 3 بونت. هتلاقي فضي 1-on-1 بس انا يعني بدافع النفسيه. دافع النفسيه لان انت خسران منك اخر مرتين فقدام جمهوره وقدام عايز يصلح الدنيا فعنده دوافع نفسيه يمكن مش متوفره عندنا. احنا بنلعب على بطوله بس الماتش بالنسبه لنا مش يعني مش ماتش بطوله. لا هو خسران الماتشين اللي هم كانوا 2-1 دلوقتي بقوا 2-2 بالظبط. الماتشين اللي كسبهم ممكن ما يكونوش مؤثرين قوي انما الماتشين اللي كسبناهم خلال الموسم دول ببطولتين. البطولتين صح اللي هو صح بطولتين البطوله العربيه سيمي فاينل وبطوله عربيه والمرتبط. فاذا الدوافع النفسيه كانت عند نادي الاتحاد الاسكندري. وده طبعا احنا يعني اكيد الاتحاد نادي الاتحاد الاسكندري احنا من قبل المباراه قلنا عنده اقوى هجوم طبعا. يعني نادي اتحاد اسكندري وبعدين كمان اتحاد اسكندري يعتبر برضو من الانديه العريقه في كره السله. يعني برضو نادي له باع في وخبرات اسماعيل كانت قويه بانت النهارده صراحه حال المباراه. بس بقول لحضرتك ليه يعني احنا اكيد احنا كلنا ثقه ان مستر اجوستي بوش عنده القدره واللاعبين ان يضع. لا بس برضو لازم يحط ايده على الاخطاء. احنا عندنا برضو اخطاء فلازم الاخطاء تعالج. اكيد اكيد هو وده طبعا بالنسبه له هتبقى حاجه سهله انه يعالج الاخطاء في يعني في المره الاول هو عالج الاخطاء. يعني احنا من بعد ما جه كان في اخطاء ومشاكل اتعالجت وبدليل ان انت الحمد لله مسيطر على الموسم من اوله. زائد ان برضو يعني عمر طارق كلاعب ارتكاز واحد بيتبدل عليه 3 4 لاعب ارتكاز مجهود عالي. يعني انت عندك شورتج خالص. مجهود يعني عالي عندك جدا شورتج في مكان طبعا. فانت عمال تحاول تعوض تبذل يعني زي عربيه عندها مشكله في مثلا في سيستم معين فانت على العربيه جامد عشان تعوض العجل. فهو ده اللي بيحصل ان احنا بندوس على عمر طارق جامد بندوس على عمرو الجندي غصب عنك مفيش حد. بس ارجع اقول انه ان شاء الله الفرقه قادره. لسه عندنا 7 مباريات يا كابتن لسه يعني كتير لسه بدري. يعني ان شاء الله يعني المصاب يرجع وان شاء الله برده ايهاب امين لما يرجع لمستواه وده طبيعي. الافريج بتاع مثلا ايهاب امين خلال المواسم اللي فاتت مش اقل من 20 بونت. تخيل النهارده هو ما جابش ولا بونت تلعب الدور الاول كله من غير. يبقى معناها ان انت 85 بونت يبقى عندك ناس سكورر تثق فيهم. اذا كان السكورر بتاعك مش موجود او وجايب 85 نقطه وجايب 85 ولا لعب. بس هي الازمه في الدفاع. يعني الدفاع ان شاء الله اكيد. وده على فكره لو انا كنت قلق امتى كابتن معلش برضو احنا بنفكر مع بعض كنت قلق لو ده المعدل اللي بيخش فيها كل ماتش. انما مش ده المعدل اللي بيخش في كده. لا يعني كل ماتش بتقول غير كده. الاحصائيات بتقول غير كده. فال100 ماتش دول يعني ممكن نقول انه زي ما قال كابتن سلاوي ماتش للنسيان لانه مش ده مستوى الدفاع الحقيقي منه. ده تجربه يعني جت في وقتها وهتبقى سبب بدايه قويه في الدور الثاني. صحيح. لان هيكون لعيب طبعا عايز يرد قدام جمهوره وقدام الناس وعايز يبين ان لا انا احسن انا فرقه كويسه وكده في كل الحاجات دي. فالمباراه دي بتعتبر مفيده. يعني خساره مفيده. لكن في الدور الاولاني. لكن برضو هذا لا يمنع ان يجب ان نعالج ما يراه المدرب اخطاء. اكيد اكيد هيحصل ده ما فيش كلام. يعني انا اتذكر في الثلاثات يمكن هيثم كمال جايب 4 انا ما اتذكر وميدو جايب مش اقل من 5 6 5. وعندك كمان مصطفى مؤمن جاب 1. يعني ما شاء الله يعني يعني جايبين سكور عالي في 3 بونت. بس يعني ما انا بقول لحضرتك وكمان غريبة انه في بره يعني انت عارف لما تلعب بره ملعبك نسبتك بتقل. انما النهارده على صاله ومعروف ان حلق النادي الاهلي مش حرق يعني سهل. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن تغطيتنا النهارده لمباراه كره السله الاهلي والاتحاد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن سلاوي يمكن النهارده يمكن اكتر المسجلين هو كان عمر طارق 24 نقطه
وتقريبا يعني احنا ارقامنا طبعا ما عندناش السكاوتنج لسه ما جالناش، ولكن يعني بارقامنا واحصائياتنا احنا ابو النصر حاطط 20 نقطه. فاحنا بنتكلم النهارده انه زي ما قال كابتن طاهر ان انت دلوقتي بتلعب من غير الهداف بتاعك ايهاب امين، ومع ذلك انت بتحط 85 نقطه. يبقى عندك حلول هجوميه، عندك حلول. وعندك النهارده عمر طارق عامل مباراه من احسن مباراه من اول لما جه النادي الاهلي. انا دي المباراه اللي انا شفتها ومعجب جدا ان هو كلاعب ارتكاز 24 نقطه. هو ده المفروض، ده عمر طارق، ويفضل يستمر على كده ويمشي على هذا النظام. لا يقل عن هذا المعدل التهديفي بتاعه. ابو النصر النهارده اول مباراه اشوفها له بدا يرجع من فتره طويله، من قبل الاصابه وقبل الفتره اللي فاتت دي. النهارده برضو ابو النصر كان لاعب واقف على رجليه وعارف هو بيعمل ايه ويشوط امتى ويخش امتى، اللعيب كويس. الاولاد الصغيرين بيحاولوا يعني، عمرو زهران بيجتهد. لا وكان كويس عمرو زهران بصراحه، يعني عمل كذا ستيل. ومحمود وليد لسه طبعا، هو وعبد الله نصر لسه ماتش تقيل عليهم قوي يعني بصفه عامه. لا بس انا يعني عبد الله ناصر يمكن خد قبل كده ماتشات الاتحاد، خد قبل كده بس برضو لسه برضو الظروف يعني برضو في ساعات اللعيب لما انت بتحطه في ظروف تساعده، يعني لما كانت الفرقه مكتمله ما عندناش نقص نواقص، لما كان بينزل كانت الفرقه بتساعد، لكن هو دلوقتي نازل عشان اشيل. فطبعا بتختلف المقاييس بين انك انت تنزل عشان في اربعه معاك بيساعدوك، وفي فرق ان انت بتنزل عشان. طب كابتن يعني في حاجه فنيه النهارده انا خدت بالي منها، كان كابتن مرعي لجأ ليها، كان ادى تعليمات دفاعيه للدوجا انه يعزل تومسون. الثلاثه بيعزلوا تومسون، الثلاثه لا لا بس اكتر واحد يمكن كان واضح قوي كان فوده ودوجا وكان عدولة. ما انا هقول لحضرتك بيبدل بالظبط، بس مصطفى. الدوجا يمكن انا اقول ليه، عشان دي كانت في وقت مهم جدا. انا هل انا كلاعب مثلا ولقيت لعيب زميلي، انا باخد راي حضراتكم، لقيت لعيب زميلي ممسوك ومعزول، هل استجيب لهذا العزل وما وصلوش الكوره ونلعب، ولا اصر؟ هو فض نفسه الولد تومسون كذا مره، هو هيفضى ثانيه لازم اديها له. ليه؟ لانه هو اللي بيران السيستم، هو اللي بيمشي الخطه بالزبط. وهو المبنيه عليه بدايته. لو انا لان في كذا كوره كده شفت ان ابو النصر رجع هو يطلع هو مش عارف مين، لا بالعكس انا الشغل لازم يكون من خلاله، خاصه الولد ده لما بيتضغط عليه حتى بيعرف يطلع، يعني ما عنديش قلق يعني. فانا لازم اصر ان انا الكره تروح لتومسون. رايك ايه يا كابتن؟ انا اعتقد ان برضك زي ما قلت حضرتك ان السيستم بيمشي عن طريق البوينت جارد، يعني البوينت جارد ده مهم جدا ان هو اللي ماشي السيستم. فانت لازم بالتالي ما تستسلمش لانه يتعزل بالزبط. لا ما يعزلوش، انا اساعده وطلعه فاضي عشان ياخد الكوره. اطلعه بسكرين، اطلعه بان انا افضله اخد استلم الكوره، اسهله المهمه دي، افتح الانجل كده. انما انا بقى اخليه معزول، طب ما كده نجح، بنلعب اربعه بالظبط، يبقى الدفاع نجح. بالظبط يبقى الدفاع نجح. هو كمان يا كابتن هيثم كان بيعزله وبيعمل عليه تراب، يعني بيعزله، وفي اللحظه اللي بيستلم فيها الكوره بيروح له اثنين، واحد اللي معاه زائد واحد طويل علشان ما يقدرش يباص. بس اقول لك على حاجه يا كابتن، التراب ما نجحش بس هو دي الولد مره او اثنين ولا حاجه، انما بس ده النظام السيستم اللي كان عامله مرعي النهارده. صح بس انا احنا كنا بس بنتكلم على حته ان انا لو يعني لازم استلم بقى في الوقت اللي انا اديله الكره، لان هو اللي هيفرض سيطرتك او اسلوب لعب المدرب، هو دماغ المدرب في الملعب. هو كصانع لعب هو دماغ المدرب في الملعب، هو اللي بينفذ، هو اللي بيقول، هو اللي بيوجه. فهو لازم ياخد الكره في الثانيه اللي هو فدي فيها. لقيته فدي ثانيه اديها له، ليه؟ عشان هو اللي بيطلع بالكوره وبيقدر يعني يقدر يران السيستم، يقدر يوقف زي ما احنا شايفين حتى في الكوره دي، هو مضغوط عليه وشايف عينه فوق وبيبص وبيوصل وصل. ولعب النهارده اعتقد لعب المباراه كلها، ما اعتقدش لا طلعه ونزل مع عمر عزب في جزء. عمر عزب لعب واحد ولعب جردات ثانيه معاه، بس هو كان في فتره طلع تومس. اتفضل. انا كنت بس في حاجه ايجابيه جدا في النادي الاهلي النهارده. اتفضل. انت لو شفت 12 بتوع الاتحاد وخبراتهم، وشفت ال 12 بتوع الاهلي وخبراتهم، هتلاقي عندك في الاهلي بيعتمد اعتماد الى حد ما كبير على الناشئين.
زي عبد الله عنده 18 سنة. عبد الله ناصر. عبد الله ناصر 18 سنة. محمود وليد. محمود وليد 18 سنة. مؤمن. بس مؤمن ما لعبش النهارده. هو ما لعبش. يعني هم اللي لعبوا كويس 12. لا لا لعيب كويس جدا جدا. مفيش أي ناشئ الناحية التانية. يعني ده وبعدين الأربعة دول اللي موجودين كناشئين وأنا بحسب برضك عمرو زهران لأن هو عنده تقريبا 20 سنة. خدت بال حضرتك وأول سنة يطلع درجة أولى. برافو يا كابتن صح. الأربعة دول وإن إحنا برضك زي ما قلنا إن إحنا نجيب 85 بونت ودول مشتركين في المباراة وتطلع بهذا الشكل. انما انت بتلعب قدامك اسماعيل وهيثم ورامي بس كان ملاحظه حضرتك في محله. يعني احنا بنلعب باربعه من اصل 12 لعيبه صغيره. في حد ما شاركش اللي هو مؤمن طارق خيري بس واخد مكان وكان ممكن قوي ينزل بالظبط. فانت بتلعب النهارده بحوالي 33% اللي هو تلت السكور بتاعك او تلت السكور شيت. منهم ثلاثه لعبوا وقت طويل جدا. دي ظاهرة صحية جدا. يعني انا اعتمدنا الناشئين. احنا كان مشكلتنا ان احنا يعني في اوقات كتير ما كناش بنعتمد على الناشئين. ودي او كنا بنديهم الفرصة بس الفرصة مش حقيقية. فرصة مش حقيقية في ماتشات ضعيفة وبتاع. انما انت بتعتمد على انت بتنزلهم في ماتش الاتحاد. دي ظاهرة ايجابية جدا. انا ممكن يعني تعقيبا على كلامك ملاحظة في محلها طبعا زي ما عودتنا يا كابتن طاهر. ولكن انا برضو يعني ايه ممكن ده يكون مقصود النهارده مستر اجوستي. انا ما اعرفش طبعا ما دخلتش جوه دماغه يعني او ما اعرفش يفكر ازاي. هو شايف المباراه مش مباراه بطوله خلاص عايز اعظم المكسب منها. لعبت بالولاد الصغيرين كسبت كنبه. ده الرابع ماتش لمحمود وليد ومنزله في الكوارتر الرابع. خد خبره طبعا خلاص الماتش رايق يعني مش مشكله. مش مشكله ماتش مش يعني مش هيضيع مني مش بطولة. حيوي جدا واخد بال حضرتك. وعاوز انا واحد زي محمود وليد ده اقول لحضرتك على حاجه بدأ. الخبرات اللي خدها الولاد النهارده مثلا الثلاثه دول اللي اشتركوا بمقام اهم من مكسب المباراه بمقام 20 ماتش من اللي هي بتطلع انت كسبانها 30 بونت و40 بونت وبتاع وتنزله الدقيقه بخيرها طبعا. طب الدقيقه بخيرها طبعا لان زي ما بقول لك ان هو الماتش تقيل عليه فبياخد خبره الضغط البريشر مضغوط هو من جميع النواحي لان ماتش تقيل عليه وهو حاجه لسه عاوز ياخد فيها خبره فبياخد الخبرات دي وبعد كده هتستفيد منه كويس قوي. يعني الدقيقه زي ما قلت اللي هي في الماتش ده بمقام كوارتر او كوارترين في ماتش انت كسبانه 30 بوه صحيح. والاستعدادات لمباراه بتاعت يعني مباراه بطوله يا كابتن سلاوي غير الاستعداد لمباراه مهمه بس طبعا. مش بطوله يعني يمكن النهارده مستر اجوستي يعني النهارده يعني هو عمل حساب اليوم ده. يعني اللعيبه دي لو انا بقول انه اضطر لها فلاعبها عشان ما فيش مكان اقول ماشي. لا ده من اول بالظبط من اول الموسم وهذا بيحصل. ده خد بطوله القاهره يعني تكمله لكلام الكابتن طاهر لازم الاولاد تقدر هذا الكلام ايوه وتعمل على نجاح هذه المنظومه. انا عايز اديله فرصه بس هقول لك اللي يعني لازم اللي استغلها فرصة كابتن صعبه جدا اللي استغلها كبيره اللي استغلها ومقدر قيمتها كويس قوي بامانه وحسه بيمسك في الفرصه بايده واسنانه عمرو زهران. ما انا بقول لحضرتك الفرصه في الانديه الكبيره صعبه ولن تتكرر. برافو عليك. فهي دي لازم الولد زي ما احنا بنشجعه وبنقول له والمدرب نفسه بيشجعه ويحطه تحت الضغط ومرانه و و و و و لازم الولد نفسه صح. يمسك بهذه الفرصه لانه مش هيصبر عليك. هو الخطوه الثانيه صفقه في غيرك وفي غيرك وفي غيرك فانت لو ما كنتش يعني هتقول انا موجود فبرضه يعني لعلمك اللعيبه الصغيرين دول محظوظين ان هم يعني طلعوا صعب قوي في هذه الظروف زمان يعني صعب يعني زي ما قلنا ان انا الناشئين ما جبتش الناشئين واروح ملعبهم في ماتشات وان سايد جيم يعني خلاص ما استفادش حاجه. هو ما استفادش هو عمال يجيب باسكت ومبسوط وبتاع وظريفه المعلومه الضغط العصبي والشده والهزه بالظبط الحاجات دي بالظبط البريشر وينفذ ويحاول دي حاجات وبدليل ان انت قلت على ملحوظه ان عمرو زهران ماسك فيها بدايه هو كمان اكبر منهم بسنه او سنتين فخد فرص بدري
النتيجه ان هو في الماتش بالزبط. بقى بيلعب عادي جدا بيعمل ديفنس وبيعمل ستيل وبيخلص وبي فاست بريك. خد فرصه ايام كابتن اشرف توفيق ومن قبل كابتن اشرف يعني خد فرص خد فلما جه دلوقتي لقيناه بالظبط. ده برضك هيبقى الدور على مين؟ على عبد الله ناصر والدور على محمود وليد ومنتظر خيري. وده اللي احنا عايزينه، عايزين يبقى عندنا يعني. هو دلوقتي لعب ب 12 وعنده 5 غايبين. نعم مش الدروب الجامد يعني بالزبط. الماتش غير مش الدروب الجامد اللي حصل. انت جايب 85 بوند زي ما قلنا ومغلوب 15 بوند في ظروف عصيبه. انت ما لقيتش حد غير دول تاخدهم منهم 4. انما هو مش مجبر لانها عملها قبل كده وادى فرص كتيره ل وصبر عليهم بالظبط وصبر عليهم. عارف يا كابتن اللي هو بيعمله ده هيجي في وقت البطوله هيلاقيهم. طبعا وقت الماتش بطوله هو لو انفعل حتى مستر روجيستي بيتفاعل مع الحكام. انما مفيش واحد من الناشئين بيزعق له او بيرد. خدت بالي صح مفيش حد من الناشئين ما حصلش. لا 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 ما بيتكلمش إن مع حد انه يعنف او بالذات الناشئين الصغيرين. وبصفة عامة أنا ما شفتش حد يعني مستر أجوستي ما شفتوش على البنش بيعنف حتى واللعيب في الملعب. يعني ممكن على البنش ينفعل شوية اعمل سوي بتاع أي مدرب أي مدرب بس مدرب. بس هو مش على البنش يعني مثلا لعيب أخطأ ما بتلاقيش يعني زي ما بيقولوا يعني إيه في البلدي كده يزعق له على الخط أو بتاع. لا ما بيعملش كده يعني. بينه وبينك هو انفعاله النهارده على الباسكت اللي ما اتحسبش ده هو. بس برضه احمد الجرحي ليه دور. احمد الجرحي اذا كانش دور واضح فهو بيعمل. احمد الجرحي بيقوم بدور جامد طبعًا جدا طبعًا في لم الفرقه دي وفي تظبيطها. نجوم كبار كلهم ورامي دياستي لانه خبراته برضك مع الولاد اللي هم دول يعني دول يعتبروا ولاد احمد الجرحي. برضه رامي دياستي متواجد وبيحل يعني جهاز كويس حتى لو مش ظاهر لان المدير الفني هو اللي واقف هو اللي مسيطر هو اللي بيتكلم. بس الاثنين المساعدين بس حضرتك قلت كلمه حلوه يا كابتن سلاوي. قلت ان اللعيب بالذات اللعيب الصغير والكبير لعلمك لازم يقعد يحاسب نفسه وقت يعني طبعًا. يقعد يقول طبعًا. انا دلوقتي الكوتش مدي سيستم كذا انا عشان الاقي نفسي والعب لازم انفذ التعليمات. لازم والله اقول انا مطالب مني مثلا 10 ريباوند، مطالب مني ان انا انزل اعمل سكرين كويس، مطالب مني ان انا اجري على الفاست بريك وات ايفر. اقدر الفرصه اللي مديهاني هي دي وانزل تركيزي كله ادي الشغل اللي مطلوب مني. لانه زي ما كابتن سلاوي قال لك الفرصه دي مش هتستناك كتير. صعب يعني امسك فيها وكلبش. لان انت قلت التعبير ان هو لازم يمسك في الفرصه زي ما عمرو الزهران بايديه واسنانه. دي فرصتك ان انت مش تبقى كمان ده منتخب مصر خلال سنه او سنتين زي ما استغلتهاش. جميل في عمرو زهران برضو ان هو في منتخبه اللي في سنه ما اتخدش. لو في سنه كذا منتخب ما اتخدش. انما هو الوحيد اللي كمل مثلا يعني من المنتخب اللي كان في سنه ما اتخدش. يعني هو ابرزهم. انما هو في ناس ثانيه برضك ممكن تيجي لا كويسين بس غير اللي تم اعارتهم واللي مشي واللي بتاع لا يعني بالمقاومات اللي احنا كنا بنقول عليها ان هو ما بيتاخدش منتخب خلاص مش على الدرجه الاولى. لا بس هو طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله لكن مش معنى كده ان انتوا كويسين. لا انت لازم تحاسب نفسك ولازم تعمل على انك تخليك احسن فاحسن وما يعني ما يركنش الى ان انا بقيت كويس. لا انت مش كويس انت لسه محتاج شغل ومحتاج هدفك لان الانسان بيبقى قدامه اهداف. هدفك دلوقتي النادي الاهلي الحمد لله ربنا وفقك بعد كده لازم تخدم مصر وتبقى في منتخب مصر. يعني هي خطوات بتتبني على رؤيه اللاعب ومدى استيعابه ومدى التفكير بتاعه هو عايز ايه. انا دلوقتي وفقت في الحته دي لا انا ببص الحته اللي بعديها هي اللي هتوصلني. بس عارف يا كابتن يعني الاداره الفنيه النهارده المباراه انا برضو يعني بفكر مع حضراتكم. احنا شفنا يعني مستر اجوستي في ماتشات كتير بيديرها وبيكسب. النهارده بامانه حسيت انه برضو ما اتغيرتش كتير ادارته المباراه حتى وهو خسران. حتى ده السكور قرب من 30 بوند في وقت الاوقات وصل 26 27 بوند. فحسيت ان هو برضو ملتزم بسيستمه وبنظامه. يعني في مدربين لما السكور بيفتح كده انا اسف يعني بتتقلب فوضى. حضرتك استاذ لا هو ما عملهاش كده. بالعكس هو كان مصر على السيستم بيحاول يستفيد من اي ماتش سواء كسبه او حتى حصل الخساره. ما
زي ما قلنا ان هو مثلا منزل محمود وليد وده ثالث ماتش ليه والرابع ماتش اكيد مش هيكسبه مع الدرجه الاولى مش حي... مش منزله عشان يكسبه بالزبط. بس منزله عشان يكسبه هو لا هو. وكمان انا في رايي ان هو لسه يعتبر مدرب جديد على الفرقه دي يعني هو لسه ماسك الموسم ده فهو يهمه جدا الوصول لدرجه حفظ النظام او السيستم اللي بيلعب بيه وانه يكون في حاله المكسب موجود وفي حاله الخساره موجود يعني في كلتا الاحوال يكون لا انا اللي فارد ده هو ده نظامي وده كسبانين خسرانين هو ده النظام انا حسيت كده النهارده يعني انا حسيت ان مفيش قلق على الخط السكور بيفتح بيغير التغييرات المفروض يغيرها وشايفها لو ما حصلش كده الفوضى نفسها خساره بالظبط كلتا الاحوال الفوضى خساره يعني هو في عز ما هو كان بيكلم الحكام بالزبط. لما حد اتكلم من البنش قال له انا مركز وعارف انا بعمل بالظبط هو محافظ على سيستمه وده الميزه خلي بالك كابتن بالزبط. الميزه ان انت كمدير فني زي ما يقول لك ايه يعني انا ازاي اكسب وقلت لحضرتك لما اجي اخسر يبقى عندي استفاده او اعظم الاستفاده من الخساره ان انا استفاد من هذه المباراه وانا متاكد ان مباراه النهارده ليها مردود كبير جدا بالرغم من الخساره يعني زي ما بيقول لك انا طبعا مش عاوز اذكر البتاع بيقول لك يعني هي طبعا دي مش فشل ماتش رب طارت النفاها بالظبط انما هو في مثل يعني بيقول قريب ان خبرات الفشل اقوى بكتير من خبرات النجاح لان انا لما احصل كذا كذا هحط ايدي على البتاع انما لما اكسب على طول كله تمام كله بتاع مش عالج ومش هعرف العيب بالظبط اجي الجد بقى ماليش بقى المباراه النهارده اكيد فيها اكيد بكسب كتير اكيد فيها عبر الخساره اللي غير ضاره مفيده يعني بيبقى فيها انت بتتعلم منها كتير وامور كتير المهم احنا عندنا بقى ان في 7 مباريات وبعد كده الدوري هيتوقف صح كده؟ هيتوقف لغايه 5/3 هيتوقف شهر ونص تقريبا لغايه 5/3 خلاص يعني احنا بنتكلم هيتوقف من 25 تقريبا او 26/1 ل 5/3 يعني تقريبا شهر ونص يمكن او 35 28 وحوالي حاجه و30 يعني قصدي اقول لحضرتك ان عندنا وقت يعني عندنا شهر اهو الماتشات لسه وكمان شهر ونص يعني بنتكلم في شهرين ونص يكون مروان سرحان رجع وممكن يكون مصابين رجعوا ومشكله احمد حمدي اتحلت ولذلك بنقول للاولاد امسكوا في الفرصه صحيح. دلوقتي صحيح امسكوا دلوقتي في الفرصه اللي هو هيديهم الفرصه كده سواء كده. في لو رجعوا او دول ما رجعوش عنده دول او مش دول لانه عامل حساب انت بتعمل حسابك ان انت بتتعامل مع بشر ده هيتصاب وهيعيا وهيحصل له مشكله اجتماعيه حصل ده الماشينز بتقطع في القوه في انك انت بقى عندك في البوزيشن 1 و2 و3 واعمارهم صغيره بالظبط هو ده المكسب زي بالبديهي كده لما تلت الفرقه ناشئين صحيح كده ملاحظه صحيحه يا كابتن وان شاء الله هارد لك نادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله باذن الله الاهلي يعدي الصعاب والموسم احنا بادينه كويس وماشيين كويس ان شاء الله مش هتبقى بشكرك شكرا جزيلا نورتنا احنا اللي متشكرين على اتاحتنا الفرصه ان احنا يعني نشجع النادي الاهلي او نبقى سبورت ليه وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله يكون ختامها ان شاء الله في الدوري مسك ان شاء الله كابتن سلعاوي شكرا الله يخليك انا بس عايز اقول يعني احنا بنتمنى الشفاء لسيف سمير والولد احمد دوله لانه طبعا ولادنا واخواتنا طبعا وان الرياضه في الاخر هي عباره عن مكسبها الاخوه وكده والقادم افضل باذن الله وربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن سلام اعزائي المشاهدين دي كان جولتنا النهارده جوله استوديو الابطال الاهلي والاتحاد ان شاء الله قادم افضل وكلنا الثقه في الجهاز الفني واللاعبين والنادي الاهلي الحمد لله السنه دي حصل 3 بطولات والقادم باذن الله افضل واحسن بكثير واشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في جولات جديده واستوديو الابطال